الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الرأي، معكم فيها أحمد العنزي، والبداية دوما بأبرز العناوين. في الكويت خلية داعشية خططت لأعمال إرهابية. هذا الحل غير مجزي ولا يمكن نقبل المساس في جيب المواطن الكويتي. تواصل تداعيات البنزين ونواب يبحثون عن البديل. عين الحكومة على النشء واليد مطلقة لدعم الشباب. خلاف دولي حول سوريا وضحايا القصف عالقون. صنعاء تستعد لأول تظاهرة ضد الإنقلابيين. أم اليوم على شاشة الرأي إطلالة على الانطلاق. في ضربة استباقية نوعية ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم إبراهيم سليمان مصري الجنسية إثر حادث تصادم متعمد بين المركبة التي كان يستقلها بمركبة أخرى. تقل 5 من الأمريكيين، وتبين من التحقيقات الأولية أن التصادم كان مفتعلا من قبل المتهم. وأوضحت الداخلية أنه بعد التحقيقات الأولية عثر بمركبة المتهم على ورقة بخط يده تشير إلى تبنيه فكرة ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي ومبايعاته لهذا التنظيم، وحزام ومواد يشتبه في أنها متفجرة تنبئ عن تخطيطه لعمل إرهابي. وقد أصيب المتهم بكسور نقل على إثرها للمستشفى، فيما يجري حاليا استكمال التحقيق والتحري لكشف ملابسات الحادث والتوصل إلى جميع خيوطه وشركاء المتهم وإحالتهم إلى النيابة. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف مدير إدارة العلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية العميد عادل الحشاش. أولا يعطيكم العافية عميد عادل، ما هو حجم الخلية الجديدة وما هي الأماكن المستهدفة في قائمة عناصرها داخل الكويت بالإضافة إلى المركبة الأمريكية طبعا؟ نعم، أنا بداية شاكر لكم على إتاحة الفرصة والتواصل مع أخواننا المشاهدين عبر نشرة أخبار الرأي. نأكد من جديد بأن وزارة الداخلية هي راح تظل العين الساهرة على أمن وأمان المواطنين والمقيمين، وأنها يا أخي أحمد لا تسمح لأي من كان وبأي حامل الأحوال أن يعبث أي من كان بأمن وأمان بلدنا الحبيب بالكويت. رجال الأمن من خلال هذه القضية أخي أحمد كانوا سباقين لكشف غموض فصول وأحداثها كانت بدأت من خلال حادث تصادم متعمد مفتعل. قام به المتهم إبراهيم سليمان، هو مواليد 88 مصري جنسية، يعمل على سيارة للنظافة تتبع لشركات المقاولات المحلية. اصطدم طبعا بالبداية عمدا بسيارة نعوانيت كان يستقلها أمريكان، فيها 5 أمريكان، والحمد لله أن من جراء هذا الحادث لم ينتج ولله الحمد أي إصابات تذكر للأمريكان، بينما المتهم أصيب بكسور وإصابات نقل على أثرها تحت الحراسة المشددة إلى المستشفى. يوم فتشنا المركبة عثرنا على حزام يشتبه بأن يكون حزام ناسف، وأيضا مواد تجاري تحليلها، وإن كانت الدلائل تشير إلى أنها يشتبه أنها مواد متفجرة. تبين من الآن تحقيقات الأولية أخوي أحمد بأن المتهم كان يخطط لعمل إرهابي من خلال أيضا ورقة شفناها عنده وكان كاتبها بخط إيده يشير إلى انتمائه لما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي وانتمائه له وولائه لهذا التنظيم. الأجهزة الأمنية أخوي أحمد الآن تعكف على مواصلة جهودها في البحث والتحري. نعم، هذا ما تم ذكره أيضا في البيان. نعم. هل تم القبض على آخرين أم أنه هو الوافد المصري فقط؟ نعم، جاري الآن في نقش شركاء. هذه الشركاء الآن دلت التحريات أن لهم أيضا ضلوع وتعاون في هذا الجانب،
جاري الآن استكمال هذا الملف في اعتقال الآخرين الشركاء في هذا الموضوع، وأيضا كافة النوايا اللي كان هو يخطط لها ويرسم لها ويريد ينفذها على أرض الواقع خلال الأيام القادمة. اللي راح تباشر معنا أيضا هذه التحقيقات، النيابة العامة الآن دخلت معنا على الخط واستلمت القضية، والنيابة الآن أيضا يعني تعطينا الآن الأذونات في عملية التفتيش ومداهمة هذه المواقع والأماكن. وأعتقد بأن يمكن في تداول عبر وسائل التواصل الإعلامي بأن في هناك أيضا تحرك لرجال الأمن في ضبط كل من له صلة في هذا الجانب. مدير إدارة العلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية العميد عادل الحشاش، شكرا جزيلا لك وقواكم الله. حافظت قضية مواجهة رفع أسعار البنزين على صدارتها لدى عدد من أعضاء مجلس الأمة الذين رفضوا الحلول المقدمة من قبل الحكومة خلال الاجتماع النيابي الحكومي الأسبوع الماضي. وفي السياق، فقد أكد النائب ماجد موسى في تصريح للراي أن الحل الذي تقدمت به الحكومة غير مجزٍ، مشيرا إلى تنسيق النيابيين واجتماعات تعقد لإيجاد مخرج مناسب وحل لا يمس مطلقا بجيب المواطن الكويتي. هذا الحل غير مجزي ولا يمكن نقبل المساس في جيب المواطن الكويتي. الحكومة أقرت هذا القانون في غياب المجلس وفي عطلة المجلس، اليوم أتتنا بحل أسخف من إقرار زيادة في وقت غياب المجلس. ولكن إن شاء الله بإذن الله احنا كنواب معارضين هذا الحل، سيكون لنا اجتماعات بإذن الله في القريب العاجل اتفقنا عليها، بإذن الله خلال هاليومين راح يكون عندنا اجتماع وإحنا اللي راح نطلع في حل. ثلاث أرباع النواب الموجودين عارضوا هذا الموقف، وأغلب النواب غير مؤيد لهذا الحل. المواطن الكويتي ما هو جاي يشحذ من الحكومة على أساس الحكومة تتصدق عليه ب75 لتر. الحكومة اليوم أتت قررت قرار في عطلة المجلس، واليوم تتحمل الحكومة عواقب هذا القرار. بإذن الله في خيارات كثيرة مطروحة، وإن شاء الله بإذن الله راح نصل إلى حل بإذن الله. وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أكد اهتمام الوزارة بالنشأة اعتبارا أن الشباب أصبحوا القضية الأولى التي يجب دعمها. وقد بحث الوزير مع المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي زينب بنجلون سبل الاستعانة بخبرات مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في تنمية خبرات الشباب ومشاريعهم، موضحا السعي للتعاون في المجالات الفنية والخبرات الاستشارية التي يقدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية قال أن عدد العاملين منهم في الجمعيات التعاونية بلغ 757 موظفا حتى نهاية يونيو الجاري. وقال الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والمعلومات بالجهاز وليد العصفور أن عدد الجمعيات التعاونية المشاركة في آلية التوظيف بلغ 38 جمعية، مبينا أن 5 جمعيات سجلت الحصة الأكبر في توظيف المقيمين بصورة غير قانونية، فيما احتلت جمعية مدينة سعد العبدالله التعاونية المرتبة الأولى في التوظيف بعدد 73 موظفا. وزارة التعليم العالي في الكويت قالت أن مكتبها الثقافي في واشنطن أجلى طلبة كويتيين إلى أماكن آمنة من عدد من المناطق الأمريكية التي يتوقع أن يصلها إعصار ماثيو تحسبا لأي طارئ. وقال الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية في الوزارة فاطمة سنان أن المكتب الثقافي في واشنطن شكل لجنة للطوارئ برئاسة الدكتور أسيل العوضي من أجل التواصل مع الطلبة وضمان سلامتهم. وقد أودى الإعصار ماثيو بحياة ما يقارب من 900 شخص في هايتي، وتسبب في تشريد عشرات الآلاف قبل أن يتجه شمالا ويجتاح الساحل قبالة جنوب شرق الولايات المتحدة مباشرة، حيث سبب فيضانا وانقطاعا واسعا للكهرباء. وتسبب ماثيو في عمليات إجلاء واسعة على طول الساحل من فلوريدا حتى جورجيا وعدة ولايات. هذا وهو أول إعصار كبير يهدد الولايات المتحدة بشكل مباشر منذ أكثر من 10 أعوام.
الشيخ أوراد جابر الأحمد أعلنت عن تبرع أبناء وبنات الشيخ جابر الأحمد بمبلغ 1,000,000 دينار كويتي لإنجاز بعض مراحل المشروع الخيري الكبير المقام في مقاطعة البترا بكندا والمسمى مركز الشيخ جابر الأحمد الصباح. بالرغم من بعض المعوقات المادية والطبيعية وبرودة هذه المقاطعة إلى ما يصل درجة الحرارة إلى 40 تحت الصفر، الله المستعان، ولكن يسر لي أن أعلن أن تبرع أبناء وبنات الشيخ جابر رحمه الله ب1,000,000 دينار كويتي. بات أمام مجلس الأمن الدولي مشروعان حول مدينة حلب السورية، فبعد أن قرر المجلس التصويت على مشروع قرار فرنسي حول الهدنة في حلب ووقف كافة الطلعات الجوية، تقدمت روسيا بمشروع قرار مغاير ولا يشمل حظر الضربات الجوية على حلب. ميدانيا سقط عشرات القتلى والجرحى في قصف الطائرات وبراجمات الصواريخ الروسية على أحياء حلب المحاصرة، فيما لا يزال بعض المصابين عالقين تحت الأنقاض نتيجة القصف المتواصل وعجز فرق الدفاع المدني عن انتشال الضحايا والجثث. كذلك استهدفت الطائرات الروسية والسورية محطة المياه في حلب بعدة صواريخ، مما تسبب في توقفها عن العمل بشكل نهائي. ورجيني طلع عليك. الله يعطيك العافية. اليوم الثاني على التوالي يقوم الدفاع المدني في حي بستان الباشا باستخراج 4 أشخاص عالقين تحت الأنقاض، وأخرجنا طفل على قيد الحياة، وحصيلة الشهداء من أشخاص، استخرجنا 4 وتم 4. تستعد العاصمة اليمنية لتظاهرة احتجاجية هي الأولى من نوعها منذ سيطرة الميليشيات الحوثية على صنعاء، ودشن عدد من الحقوقيين والناشطين اليمنيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوة للنزول إلى الشارع يوم الأحد للتنديد بسياسة القمع والتجويع التي تتبعها ميليشيات الحوثي ضد أبناء الشعب اليمني، وذلك عبر هاشتاغ أنا نازل. هذا ورصدت الجهات الصحية في اليمن حالات إصابات عدة بمرض الكوليرا، مما يضاعف من المخاطر الصحية بالسكان في ظل استمرار الحصار المفروض من قبل الميليشيات. في تركيا فجر انتحاريان شحنات ناسفة فقتل نفسيهما في منطقة نائية قرب العاصمة أنقرة بعد أن طالبتهما الشرطة بالاستسلام. وأوضحت وسائل إعلام تركية بأن يشتبه بأن الانتحاريين والذين يعتقد أنهما رجل وامرأة على صلة بحزب العمل الكردستاني، ويعتقد أنه كانت بحوزتهما متفجرات بلاستيكية و200 كيلوغرام من نترات الأمونيوم. قبل يومين من مناظرة بين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب، هزت فضيحة الحملة الانتخابية الأمريكية مع تسريب تسجيل فيديو قديم للمرشح الجمهوري يدلي فيه بكلام بذيء ينم عن سلوك مهيئ للنساء، أرغمه على تقديم اعتذارات ودفع عددا من كبار مسؤولي الحزب إلى التنديد به فورا. واستخدم ترامب عام 2005 في التسجيل كلاما فاضحا يشير إلى سلوك أقرب إلى المضايقة الجنسية، وحصلت صحيفة واشنطن بوست على الفيديو فيما لم ينقض ترامب صحته، بل قام بعد ساعات بتقديم اعتذارات في تسجيل فيديو مصور وزع على الصحافة. مستويات قياسية إيجابية جديدة لخام الكويت، تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد فاصل قصير.
أهلا بكم. سعر برميل النفط الكويتي ارتفع 84 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 47 دولارا و42 سنتا وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية انخفضت أسعار النفط أمس مع اتجاه المتعاملين في السوق إلى جني الأرباح بعد الارتفاع الذي تحقق على مدار الأسبوع الماضي، كما تعرضت الأسعار أيضا لضغوط من الزيادة المضطردة في عدد الحفارات الأمريكية مع تداول الخام بسعر يقترب من 50 دولارا للبرميل. بورصة الكويت شهدت نشاطا انتقائيا على أسهم قيادية وأخرى تشغيلية وسط عمليات مضاربية خلال الأسبوع الماضي، ما أسهم في تنامي الزخم الشرائي على شريحة أوسع من الأسهم أدت إلى ارتفاع مستويات السيولة. أوضح تقرير متخصص أن التعاملات تركزت في قطاع الأسهم القيادية والتشغيلية إلى جانب بعض الأسهم الخاملة التي تحركت بنفس مضارب ما سماهم كثيرا بتحسن نشاط السيولة المتداولة خلال تعاملات الأسبوع. الذهبية للقلاف، التفاصيل في صفحتنا الرياضية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. أحرز لاعب المبارزة الكويتي طارق القلاف ذهبية الاي بي في مسابقة الكراسي المتحركة رجال المقامة ضمن بطولة كأس أمريكا الشمالية للمبارزة في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان الأمريكية بعد تغلبه على الأمريكي أندرو كاوتر. وأدى القلاف فوزه إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وولي العهد الشيخ نواف الأحمد والشعب الكويتي، كما أهدى انتصاره إلى كل من سانده من عائلته والهيئة العامة للرياضة ورعاية ورئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر العلي الصباح. في الدوحة أحرز منتخب الكويت للإسكواش المراكز الثانية لمنافسات فرق الإسكواش ضمن بطولة الخليج للشباب والناشئين لفئتي تحت 19 عاماً و15 عاماً، والتي انطلقت منافساتها الثلاث الماضي واستمرت 5 أيام. واستطاع المنتخب الكويتي للشباب تحت 19 عاماً والمكون من اللاعبين مشعل القريني ومحمد التركي ومحمد حسين وعلي القلاف تحقيق المركز الثاني، فيما جاء المنتخب البحريني أولا والقطري ثانيا. وقبل ختام نشرتنا مشاهدينا لهذا اليوم نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع تويتر الرأي ميديا جروب ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الرأي تيوب. في أمان الله.